اليوم رح فرجيكم طريقة كتير مميزة لنقدم فيها صينية البقلاوة بطريقة مختلفة. كلنا عنا هول العيدين بالبيت يلي رح نستخدمهم هلأ. منجيب حبة البقلاوة مثل ما هي ومنشكها بهالطريقة هاي ومنبلش. بدنا نشكون داير من دار. فيكم تستخدموا أي نوع بقلاوي موجودة عندكم بالبيت. مثل ما شايفين خلصنا أول خط وهلأ عم نبلش خط الثاني بهالطريقة هاي.